ها ياك هادي تتقلز بالماء الحفرة. كيفاش فريد؟ دير هكا في هذوك الجبال الغنم. ما ديرش. يا الله يدير الخير. الصحراء قالوا لي راه الربيع هاتر تما. الصحراء الصحراء دازت الرعود. حتى انا مازال شاد الماء. هاد البلاصة دابا قتلها الماء. هاد البلاصة كلشي عندنا. امتى وصلتو؟ دخلتو السابع. انا امتى دخلتو؟ خرجتو مع جوج معاش خرجتو؟ مع الوحدة. الوحدة خرجتو. دخلت هنا الماء الصوندة. الصوندة مع العشاء ونص ديال الصباح. ايوا راك ولاني راه رعيت بزاف في الطريق. لا ما رعيتش في الطريق. البارح اللي رعاو في الطريق. البارح ما بغاش تحرك. البارح ما بغاش تحرك. غير لقات ربيع ويا ترزا. الغنم مسكينه مولفه الربيع. تا هو رصع عجبو الحال. تا الحمار قول لي عجبو الحال. الله يسخر الجميع. تحياتي لكم الاخوان من منطقه تبري نواحي ازرو. احييكم واحيي جميع المتتبعين. الاخوان بعد يومين ديال الطريق، النهار الاولى الاخوان فاش قطعنا مع الغنم، يعني الغنم مبغاش تحرك. ما كان شويه ضربي عجنه بالطريق كما شفتو، والنهار ما خرجناش بكري تما. ما خرجنا حتى شي 10 عاد خرجنا ومبات في الطريق. دخلوها مع المغرب، كاين واحد الكوري نواحي ديال اداروش، بات تما في الواد ديال يارت. وكما سمعنا شنو قال، قالك ناض مع الوحدة هي ديك فطرو مسكينة الغنم. تبارك الله، اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. شو تبارك الله، دغيا تجمعات اسفر عليها وهي تجمع. دابا الاخوان الشمس قربت تغرب. حطينا لكم الفلوغ الاخوان فاش بنينا ليه السكينه نواله، وهاد العشيه دي بنينا الزريبه فين غتبيت الغنم. والحمد لله الغنم راه تبارك الله راه عاجبها الحال. تحياتي لكم، تحياتي الناس الجاليه، الناس جداد تاهما مرحبا بهم. الله يسخر الجميع. فرق كبير الاخوان ما بين اداروش وهنايا. تبارك الله الغنم راه شاده الربيع راسيا تتاكل. الناس الاخوان اللي في الصحاري يصيفطوا لنا شي تصويرات وشي فيديوهات نشاركوهم مع، صيفطوهم لي في الواتساب 0661487121. اخوكم راعي الغنم بالاطلس المتوسط، ونشاركوا المشهور ديال الناس ديال الجنوب. تحياتي لخويا حسين، الله يسخر ليه والله يسخر الجميع. كما قالك تا الحمارة ديالي، تا الحمار عندو حمار، قالك تا الحمار راه عجبو الربيع رصة. تحياتي للوالد ديالي، تا هو عزيز عليه الكسيبة وعزيز عليه يتسارى. هاربي جاي تيقول لك هاربي عمر الجاي. الله يرحمنا بشي شتيوع، نتمنى والله تيسير. مازال الاخوان غادي نصوب واحد الكوري غادي نشاركوه معكم توا، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو فاش بنينا ديك الزريبة. وان شاء الله الاخوان فوق تما غادي نطلع لهنايا نشارك معكم الاجواء والحالة ديال الغنم. مازال لينا شي الغنم اللي والدة تقريبا شي كاين غتكون شي 25 ولا 30 نعجة والدة، وشي 30 خليناها ضعيفة ما غاديش تقد على الطريق.
لينا تما بدا نعلفوها، ولكن بان ليا اللهم نجيبوها نعلفوها انا احسن ان شاء الله، غير ما نصوبو فين تكون الا جاب الله شي شتيوا ولا جاب الله شي تليجا، بعدا غير فين تضرك الغنم وان شاء الله غادي نجيبوها نطلعوها للجبل. تحياتي لكم الاخوان، اللهم يسر، دعوا معنا الاخوان. الاخوان صراحه والله الا الغنم غير ما قديناش نفرطوا فيها وصافي، يعني كما نقولوا غير حاصله فينا سرح شدينا على العام ما اصلحش قديتها تبيع ولا عاوتاني الثمن ما معاونش. انا راه داز قدامها لكن تبارك الله راه الراسها تترصى. بعض المتتبعين سولوني على الحلي اللي كنت شريت مؤخرا، بالنسبه لذاك الحلي الاخوان ماشي مع هاد الغنم، مازال في اداروش النيس، كاين عندي واحد القطعه اخرى تمايا ورا كاين مع ديك القطعه. هنا الحوال اللي عندي مع هاد الغنم هادي قدامين عندي، حتى واحد الحلي الا شتوه كنت خديتو عند شي دراري من البقريه، الله يعمرها خيمة. شوف تبارك الله النعجة شاد ضرري، اللهم بارك. صراحة الإخوان الغنم يعني الحمد لله ديما فيها الضوء، خصوصا الغنم الصغيرة سيمانة إن شاء الله غادي تبدل، لأن الربيع في هذا الوقت هذه حاجة احسن حاجه يعني بالنسبه للماكله ديال الغنم هي الربيع، وخصوصا في هذا الوقت هذا. تبارك الله اللهم بارك. الاخوان انا ما داخلش مع الجمعيه، ولكن اغلبيه عندي ديال الغنم ديال طلانوك، ولكن ان شاء الله غادي ندخلوا اسخر الله، غادي نشريو شي دوسي نيت كامل مكمول ونتكلوا على الله فيه. ثم شفتوا الغنم تقريبا كامله ديال طلانوك، حيد غير هاد الجوج هادو ماشي ديال لانوك، ولكن هادوك ديال لانوك، وهادوك خروفات راهم هادوك ديال الشريك ديالي، هو داخل في الجمعية. وبالنسبة لهاد الغنمة الإخوان النص فيها ديالي ونص ديال الشريك ديالي، غني عن التعريف هو هذاك السعد القادر. تحياتي للجميع. صراحة الإخوان حتى التصوير تيكون في فصل الربيع يعني تيكون حسن من قتة ديال الخريف ولا ديال الصيف، الغنم تبارك الله تتبان، اللهم يسر. دابا بالنسبه للناس ديال الجبل من الاحسن ما تولديهش النعجه في هذا الوقت هذا، لان الوقت هذا الا ولدت ليه ينادي خصو الصير، والانسان قارو الصير ما يقدش يزيد يصير عليها. تبارك الله اللهم بارك. النعجه تبارك الله تتاكلت هاد العويدات هذا تتاكلهم، هانتوما كما تتشوف. اللهم بارك، الله يسخر الجميع الإخوان. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يعجبكم. الناس اللي تتفرج فينا الإخوان ما تنساش تخلينا البصمة ديالها، اللهم يسر. هنا هاد الحولي تبارك الله راه you
ذاك الوليد ديالي الله يخليه ليا. خلعوهم الكلب دابا الغنم مازال ما مولفاش.